هاي المكبات منا المكان الصحيح لمعظم النفايات يلي منكبها يلي ممكن تتم إعادة استخدامها والاستفادة منها. فالنفايات الإلكترونية أو e-waste يلي بتشمل أجهزة الكمبيوتر وتوابعه والبطاريات وآلات الطبع والفاكس والسكانر والهواتف الخلوية تحتوي على معادن ثقيلة ومواد سامة بتزيد الكلور بالأرض وبتأثر على التربة وعلى المي. واليوم في مراكز خاصة بلبنان تقدر تستلم هالنفايات وتستخدمها بصناعات جديدة، لهيك من المهم فصلها عن النفايات وتسليمها لهالمراكز. التياب المستعملة لازم تنعطى لجمعيات أو محلات خاصة ببيعها، والأغراض المنزوعة لازم تتصلح وما تنكب دغري. أعقاب السجائر يلي ما بتتفكك وكلفتها البيئية عالية هي اليوم جزء من مبادرة لبنانية عم بتحولها لألواح خاصة لركوب الأمواج، لهيك ما تكبوا أعقاب السجائر على الطرقات وعزلوها عن الزبالة. مين قال مش كل النفايات محل المكبات والمسؤولية فردية وجماعية؟ أنا قال. شوفكم بكره.